شكرا لك عزيزي خالد، شكرا للزملاء المحللين الأكارم. حين يكون الحديث عن الكابتن علي التباسي وإلى جواره الكابتن نبيل أنور. أعزائي مشاهدي شاشة قنوات الكأس، أسعد الله مساءكم. جولة ثانية من بطولة كأس كيو اس ال للموسم الرياضي الحالي، البطولة التي فاز بها بألقابها في فترة الزمنية السابقة الغرافة وقطر والسد ويحمل لقبها في النسخة الماضية. فريق نادي الغرافة بعد أن فاز في المباراة النهائية على الريان بثلاثة أهداف مقابل هدفين. بداية المجموعة الأولى، المجموعة التي شهدت خسارة في الجولة الأولى بالنسبة للعربي وبالنسبة للخلطيات، وبالتالي مباراة الليلة التي تقام هنا في هذا الملعب استاذ حمد الكبير بالنادي العربي يسعى من خلالها الفريقان اللذان تواجها في بطولة الدوري للموسم الحالي في الجولة الثالثة بمدربين مختلفين عن المدربين اللذان يتواجدان حاليا على دكة التدريب بالنسبة لفريقي العربي والخرطيات. في الجولة الثالثة العربي هزم الخرطيات 1-0 بهدف لاعبه اليمني مدير عبد ربه، وكان يدرب العربي لوكا بوناسيتش المدرب الكرواتي ونصيف البياوي المدرب الذي كان يدرب فريق نادي الخرطيات بالنسبة للمدرب التونسي. الآن أمامنا حاتم المدة المدرب الفريق تحت 23 سنة يتواجد حاليا كأول مباراة لا مع فريق نادي العربي، لكن عبر المدرجات الأمور ما انتهت مع لوكا، وبالتالي صعب تسجيله وتواجده في مقاعد التدريب. ولطف الرويسي هو الذي ينوب عنه على مقاعد التدريب في مواجهة عبد العزيز العامري الرجل الذي يقود فريق الخرطيات منذ عدة مباريات وبالتالي يعرف فريقه بشكل أكبر. حاتم المدب المدرب اللي عرف العربي كثير بحكم وجوده كمدرب تحت 23 سنة يتواجد اليوم في أول مبارياته مع فريق النادي العربي، الفريق الأول الذي شهد إدارته إقالة المدرب لوكا أبوناسيتش بعد الخسارة أمام الغرافة بثلاثية مقابلة لا شيء في إطار مباريات الجولة رقم 8 لبطولة الدوري. لأن العربي حاليا يتواجد في المركز السادس برصيد 12 نقطة في بطولة الدوري، فيما الخرطيات في المركز الأخير بثلاث نقاط ولم يحقق سوى انتصار واحد حصد من خلال ثلاث نقاط وسبع مباريات كان رصيد فريق نادي الخرطيات هزيمة. وبالتالي المرحلة القادمة لعبد العزيز العامري هي مرحلة محاولة النجاة من القاع، الخروج من القاع خاصة بعد صفقات وتغييرات حاضرة في صفوف فريق نادي الخرطيات. مباراة اليوم بين الفريقين تبدأ حاليا بصافرة يوسف الشرشني ويساعده أحمد صالح وعبد العزيز الشيبة، وناصر عايش الصوان هو الحكم الرابع لمباراة الليلة. تشكيلة الفريقين لهذه المواجهة، الخرطيات على يسار الشاشة بالألوان الزرقاء والعربي أصبح على يمين الشاشة بالألوان الاحتياطية البيضاء مع الحمراء. تشكيلة العربي في مباراة الليلة في حراسة المرمى الحارس احتياطي ساطع العباسي بالرقم 24، خط الدفاع فيه على الجهة اليمنى فراس محمد بالرقم او على الجهة اليسرى فراس محمد بالرقم 3، وهنا الخطأ كات بن ساطع مع دخول اللاعب اللي في مقدمة صفوف فريق نادي الخرطيات فالنتين لازار اللاعب الروماني اللاعب وسط الملعب القادم من نادي السرية كان يبحث في الكرة الماضية عن التسجيل، لكن الكرة في نهاية المطاف ذهبت خارج الملعب. تشكيلة العربي فيها في خط الدفاع لدينا على الجهة اليمنى يوسف رمضان وعلى الجهة بالرقم 2، وعلى الجهة اليسرى فراس محمد بالرقم 3، ما بينهما مدير عبد ربه بالرقم 18 وإلى جواره أحمد النحوي بالرقم 15. في وسط الملعب لدينا جاسر يحيى بالرقم 27 وإلى جواره علي محمد بالرقم 5، ومن ثم لدينا عبد الرحمن وليد بالرقم 24، ولدينا أيضا دييغو كارديل بالرقم 10، ومن ثم لدينا مايلسون
وفهد خلفان بداية أحداث هذا اللقاء. هجوم العربي ما يصل برقم 23، فهد خلفان بالرقم 14 في تشكيلة العربي. راح تلاحظون اللي خاصة كيتابعون العربي في الفترة الماضية التغييرات الكثيرة في تشكيل العربي، محاولة إصلاح الأمور بالنسبة للكابتن حاتم المدب مدرب فريق النادي العربي. شوف علي محمد اللاعب اللي يجيد اللعب في قلب الدفاع يلعب ارتكاز، أحمد النحوي يعود إلى قلب الدفاع، لدينا يوسف رمضان أصبح في الجهة اليمنى، يعني إعطاء فرصة أكثر للاعبي وسط الملعب بالنسبة للفريق النادي العربي، إعطاء فرصة أيضا للبرازيلي مايلسون، وهي فرصة كان ممكن يفتقدها بشكل كبير مع لوكا بوناسيتش. فهد خلفان اللي يوم من الأيام مع العربي لقينا يلعب قلب دفاع مع لوكا في مباراة الريان في بطولة الدوري، يعود إلى مكان الأساسي في رأس الحربة بالنسبة لفريق العربي في مباراة الليلة. هذه هي تشكيلة فريق العربي في مباراة اليوم، الإخراطيات بتغييرات كثيرة عن الأسماء اللي بدت أول موسم. رح نتحدث أيضا عن المتغيرات الكثيرة في الفريقين اللذان نشاهدهما في مباراة الليلة. يلعب الليلة بالنسبة للكابتن المغربي عبد العزيز العامري مهند نعيم وبالرقم 87 في حراسة المرمى، على اليمين أحمد عبد الحي بالرقم 2، وإلى الجهة اليسرى محمود سعد بالرقم 22، وبينهما عبد الرحمن أبكر بالرقم 19 وسعود ناصر بالرقم 6. أحمد الحلفي بالرقم 30 اللاعب اليمني الآخر في تشكيلة الإخراطيات، وبالتالي حتى اللحظة ما في استدعاء للاعبين اليمنيين في أيام الفيفا على العكس من اللاعبين العراقيين، وبالتالي علي فايز لاعب الإخراطيات، أحمد إبراهيم لاعب العربي يتواجد مع المنتخب العراقي لمواجهة الأرجنتين من خلال أيام الفيفا. بالتالي وسط ملعب الإخراطيات في أحمد الحيفي وفيه ماجد أمان بالرقم 18، ومن ثم في وسط الملعب لدينا حمروني وغرطة بالرقم 23، إلى جواره ماجد أو إلى جوار محمد حسين الهيثمي بالرقم 17، والمقدمة لعبد الله العنزي بالرقم 9، وفالنتين لازار بالرقم 11 في تشكيلة فريق الإخراطيات. حلوة بطولة كيوس بالنسبة لإعطاء الفرصة لمجموعة من الأسماء من الصعب ممكن نشوفها في الدوري، وبالتالي اكتشافها بشكل أكبر في تجربة قوية بالنسبة لمباريات QSL، خاصة الفرق التي تسعى لاستغلال هذه المباراة للاستعداد لما بعد العودة إلى أيام الفيفا، وبالتالي مواجهة الإخراطيات للخور ومواجهة العربي لجاره الأهلي في الجولة 9 القادمة. هجوم لفريق العربي، مايلسون يمرر الكرة عبر الجهة اليسرى، الاستلام موجود والتمرير داخل منطقة الجزاء من عبد الرحمن وليد، وصلت سهلة في أحضان حارس المرمى مهند نعيم. أنت تتكلم عن مهند نعيم وسعود ناصر وماجد أمان، هم من الأسماء اللي سبق لهم ارتداء قميص النادي العربي، خاصة ماجد أمان بحكم أنه ابن من أبناء النادي العربي على العكس من الانتقالات اللي كانت في السنوات الماضية لمهند نعيم وسعود ناصر، حضروا مع العربي وخاصة سعود ناصر في الخط الخلفي بما أنه حاليا في الإخراطيات، ومهند نعيم في حراسة المرمى. وبالتالي هنا الكرة تلعب عالية داخل منطقة الجزاء، محاولة استحواذ على الكرة من ماجد أمان لاعب رقم 18 لاعب العربي، لاعب بعد ذلك إلى الخور، ومن الخور إلى الإخراطيات من أزرق إلى أزرق في مباراة الليلة. بداية أحداث هذه المباراة، الفريقين قادمين من خسارة أولى في هذه البطولة، كانت بالنسبة للخرطيات أمام الاتحاد 2-1، وبالنسبة للعربي أمام المصلال 1-0 الغرافة، وقطر 1-1 بما أن قطر والمصلال يتقابلان حاليا في استاذ سعيد بن حمد بنادي قطر، وتعقب هذه المباراة مواجهة الاتحاد مع الغرافة. أتت أيام الفيفا، رحل لاعبو المنتخب عن التشكيل، وبالتالي رحل أحمد بالنسبة للعربي محمد صلاح رحل من فريق النادي العربي، وأحمد فتحي إلى تشكيلة العنابي التي ستقابل غدا بإذن الله تعالى إلا تريكلور بالنسبة لمنتخب الإكوادور في السابعة في السادسة والنصف مساء في استاد جاسم بن حمد بنادي السد في مباراة ودية بالنسبة للأيام الفيفا الحالية. مثل ما ذكرنا أيضا اللاعبين لاعب من العربي ولاعب من الإخراطيات عراقيين مع أسود الرافدين يذهبان أيضا في أيام الفيفا، وبالتالي أبرز الغيابات في لاعبين أراحوهم المدربين محمد سالم المال وعبد الله معرفي الغير موجود في التشكيلة، واللي طبعا مبارك له بمولودته الجوهر الله يحفظها إن شاء الله بالنسبة لمتوسط ميدان فريق النادي العربي، واللي احتفل به زملائه بالأمس في التمرين الأخير قبل هذه المباراة. هنا دخول في اللقطة الماضية، وبالتالي خطأ لصالح فريق الإخراطيات، اللعبة الطويلة
إلى حمروني وغلطة بقميص جديد بالنسبة للاعب الحاسم. الحاسم حمروني وغلطة في فترة لعبي مع فريق نادي السد حسم العديد من الألقاب، وكان بالفعل لاعب مميز، وبالتالي هو مكسب لفريق الخرطيات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة أن فريق نادي الخرطيات بدأ بلاعبين مختلفين منهم ثلاثة مغاربة. أنور ديبا ما زال مستمر لكن غير موجود في مباراة الليلة. علي فايز اللاعب العراقي ذهب مع منتخب بلاده، بالإضافة لعبد الهادي حلحول ويوسف الكناوي اللاعبين المغربيين اللذان لعبا في بداية الدوري ومن ثم استغنت عنهم إدارة الخرطيات وذهب إلى مولودية وجدة في الدوري المغربي، البطولة في كرة القدم المغربية. وبالتالي حمروني وغرطة وفالنتين لازار في محاولة إنقاذ الموقف بالنسبة للصواعق فيما العربي مستمر على ذات المحترفين اللي بدأ فيهم أول موسم، منهم واحد ذهب مع منتخب بلاده، اثنين في أرضية الملعب وواحد في دكة البدلاء وهو الكولومبي فرانك أريزالا، رغم أن الأحاديث تتحدث عن إمكانية، وهذه حط تحتها قوسين من خلال الأيام الماضية بالنسبة لفرانك أريزالا واللاعب مايلز. كرة تذهب إلى ركلة ركنية لصالح الخرطيات مع بداية أحداث هذه المواجهة، وبالتالي لدينا محمود سعد لاعب الفريق منذ فترات طويلة موجود، لاعب يجيد اللعب على الجهة اليسرى كان كجناح أو كظهير، يلعب الركنية على القائم البعيد، ومن ثم هناك اصطدام مع ساطع العباسي حارس فريق النادي العربي من عبد الرحمن أبكر قائد فريق نادي الخرطيات، اللاعب اللي بدأ وشفناه مع الجيش مع نادي قطر في الموسم الماضي، حاليا مع الخرطيات يصطدم في اللقطة الماضية مع ساطع العباسي الحارس القادم من صفوف نادي قطر، قبلها كان مع الأهلي بالنسبة لساطع العباسي حارس مرمى النادي العربي، بديل بالتأكيد لمسعود زراعي اللي غير موجود في التشكيلة، وبالتالي مؤيد شنان حارس فريق تحت 23 موجود على مقاعد البدلاء. العربي مثل ما ذكرنا قابل الخرطيات في الدوري في الجولة الثالثة، كان العربي قادم من الهزيمة الصدمة بالعشرة مقابل واحد أمام السد، فيما الخرطيات كان قادم من خسارته أمام الشحانية 1-0، وفاز العربي بهدف مدير عدربة بالدقيقة 15 بالنسبة لمدافع فريق النادي العربي ولاعب المنتخب اليمني. المنتخب اليمني ما عنده تجمع حالي بالنسبة للفيفا دي، عنده تجمع للاعبين محليين في اليمن بالتالي مع المساعد المدرب محمد النفيعي، فيما بالتأكيد في التجمعات القادمة من المفترض يكون هناك مدرب المنتخب اليمني، وبالتالي استدعاء للاعبي المنتخب اليمني المتواجدين في دوري نجوم كيو ام بي او في دوري الدرجة الثانية، بما ان القرار اتى في الموسم الماضي وتم تجديده في الموسم الحالي معاملة اللاعب اليمني لاعب مقيم. بالتالي لدينا مدير في قلب الدفاع ولدينا احمد الحيفي لاعب ارتكاز بالنسبة للاعب فريق نادي الخرطيات واول لاعبين توقيعا بعد القرار في الموسم الماضي مع فريق نادي الخرطيات. لكن مدير سبق الجميع بتسجيله للهدف في الموسم الحالي، اللاعب اليمني الوحيد الذي يسجل في الموسم الحالي في الجولة الثالثة كان في شباك الخرطيات، ايضا هو في الفترة الماضية كان موجود على مقاعد البدلاء في فريق النادي العربي، وبالتالي الكابتن حاتم المدى بيستغل بالتأكيد أيام الفيفا لإعطاء الفرصة لمجموعة من اللاعبين بحث عن تكتيك متبع مستقبلا قبل أن يواجه الأهلي في ديربي الهلال، فيما الأزرقين سيتقابلان من جديد لخرطيات الخور في الجولة التاسعة. الخرطيات اللي ما هزم في الدوري سوى الغرافة فقط، الغرافة حسن حظ العربي رغم الخسارة أمام السد 10-1، أن العربي حقق الانتصارات بشكل جيد، 3 انتصارات أو 4 انتصارات وثلاث هزائم وتعادل واحد في مشواره في بطولة الدوري، بالتالي هو موجود في المركز السادس. تمريرة عبد الله العنزي، حاولت الاستحواذ على الكرة لكنها تقطع، بداية هجوم جاسر يحيى قادم في الموسم الماضي من السد يمررها طويلة عبر الجهة اليسرى، محاولة الحق بالكرة بالنسبة للاعب فريق النادي العربي عبد الرحمن وليد اللاعب الشاب، هو عبد الرحمن هو الآخر من اللاعبين اللي بدوا مع الجيش، لعب مع مصلال، لعب مع معاذر،
في فترات ماضية وموجود مع فريق 23 دائما ما يتواجد وتواجد حاليا أيضا مع الفريق الأول. لعبت كرة عالية على القائم البعيد حمروني غرطة ومن ثم الاستلام والإبعاد ببراعة في اللقطة الماضية للاعب تحت 23 في تشكيلة العرب اليوم فراس محمد. حلوة من فراس شوف الكرة الماضية لعبت إلى حمروني وغرطة، حمرون استلم ومن ثم فراس أبعد الكرة الكنترول ما كان بشكل جيد من فالنتين لازار، حمرون هو من مرر الكرة إلى فالنتين لازار ما كان في استلام بالشكل المطلوب وبالتالي أمام فراس اللي لعبها مباشرة باكورد في إبعاد الكرة من داخل منطقة الجزاء. يمكن اللي شاف برنامج المجلس في بعد خسارة العربي أمام الغرافة بقيادة مقدم الشير الزميل خالد جاسم والحديث مع رئيس النادي العربي حامد جبر والحديث أو خليل جبر بالنسبة للحديث عن العربي والعربي والأحداث اللي كانت ما بعد المباراة وإقالة لوكا بونسيج. كان في أحاديث كبيرة بالنسبة للجانب العرباوي على مستوى الأمور هو اللي تحدث بشكل كبير عن أبرز الأسماء اللي نشوفها في مباراة الليلة بالنسبة لرئيس النادي العربي خليفة بن حمد بن جبر الثاني اللي تحدث عن أمور كثيرة وأثنى كثير على اللاعب فراس الموجود عبر الجهة اليسرى بأنه استحق أن يعني يتحصل على فرصة. أيضا تحدث عن مايلسون وتحدث عن مدير اللاعب المدافع وكلهم نشاهدهم في مباراة الليلة مع الكابتن التونسي الكابتن حاتم المدب. حاتم المدب هو مدرب فريق تحت 23 لكنه سبق له التدريب في الدوري التونسي وفي الدوري الكويتي وحقق أداء جيد كان مع نادي الفحيحيل في الدوري الكويتي. هنا الكرة العكسية تذهب إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية. هنا لدينا أحمد عبد الحي هو اللاعب اللي تحت 23 في تشكيل الخلطيات، لاعب واحد تحت 23 في الخلطيات، لاعب واحد تحت 23 في العربي اللي هو فراس محمد اللي يبعد الكره وكريهما على الظهير يلعب على الايسر فراس وعلى الايمن احمد عبد الحي لاعب الخلطيات. مايلسون البرازيليرو فرانشيسكو دي فاريس موجود في منطقه الجزاء اللعبه الركنيه. عبد الرحمن ابكر يبعد الكره اصطدام موجود ومن ثم هناك خطا على كابتن النادي العربي احمد النحوي مع محمد حسين لاعب فريق نادي الخرطيات الذي يجد نفسه في تشكيله مباراه الليله هو دائما ما يكون متواجد مع الخرطيات لكن على مقاعد البدلاء هو ابن من ابناء النادي وايضا ابن من ابناء منطقه الخرطيات وبالتالي حاضر منذ الصغر مع فريق نادي الخرطيات يتواجد في هذه البطوله وعليه بالنهايه اثبات جدارته بشكل اكبر امام انظار مدربه عبد العزيز او عزيز العامري مدرب المغربي اللي خلف ناصيف البياوي اللي كان اول ضحايا الموسم الحالي بعد اقالته من طرف نادي الخرطيات واقيل بعد خساره من العربي ناصيف البياوي وبالتالي عزيز العامري حاضر على المستوى التدريبي. كان ناصيف البياوي الخرطيات خسر 6-0 امام السد ومن ثم مشى حانيه 1-0 من ثم امام العربي 1-0 وبالتالي في المباريات الثلاثه الاولى للخرطيات ما كان سجل اي هدف وبالتالي اقيل. هنا لدينا المدب اللي كنا نتحدث عنه وهو الذي قاد العربي تحت 23 في الموسم الماضي للوصافه وحتى اللحظه ايضا في دوري تحت 23 العربي ايضا وصيف او في المركز الثاني في الموسم الحالي وبالتالي عنده مجموعه من الاسماء الموجوده ايضا على مقاعد البدلاء من بينهم ابراهيم ناصر كلا مؤيد الشنان ومجموعه بارزه طارق حامد وحمد محسن حربي قادم في الموسم الماضي من السيليه. هؤلاء ايضا لاعبي فريق العربي تحت 23. لعبه الكره عبر الجهه اليسرى استلام موجود لعبد الرحمن وليد. عبد الرحمن فراس ايضا الموجود في مباراه الليله من ان ضمن تلك الاسماء. عبد الرحمن يستلم الكره وينجح بالمرور ما زال يحتفظ بها يمرر الجهه اليمنى يوسف رمضان. يوسف اللي بدا مع الغرافه وفي المواسم الاخيره موجود مع العربي يمرر الكره في العمق بالخطا الى محمد حسين. محمد دائما ما يلعب خلف المهاجمين على الجناح لكنه في مباراه الليله يلعب امام المدافعين ومن ثم خطأ على علي محمد. علي أيضا من اللاعبين اللي بدأوا مع الخرطيات كان يتابع دوريات الشباب وكان من لاعبين منتخبنا الشباب الجيل كان فيه أحمد علاء وعثمان اليهري ومجموعة بارزة من أسماء. علي كان معهم وميزة علي أنه يلعب ارتكاز ويلعب قلب دفاع مع في أي مركز ممكن يطلب المدرب في الشق الخلفي موجود. هو من الغرافة للتحيل ومن التحيل حاليا مع العربي بالنسبة للاعب فريق نادي العربي علي محمد هو الذي ارتكب الخطأ
اللعبت بهذه الطريقة ماجد أمان يحاول المرور بين اللاعبين العربي. كماشة حاضرة من مدير وأحمد النحوي. عاد الكرة الخلف مدير يلعبها علي محمد. علي بداية هجوم دائما ما يتقدم عبر الجهة اليسرى عبد الرحمن وليد. فهد خلفان. فهد صاحب تجارب عديدة. الجيل اللي كان فيه علي محمد في منتخب الشباب فهد خلفان كان موجود فيه. كان من اللاعبين الشبان اللي طلعوا من جيل مميز كان في نادي الريان فهد خلفان في البدايات السعرية الشحانية قطر وحاليا مع العربي أمام أنظار مدربة اللي بالتأكيد حاضر ويستجمع أفكاره للمرحلة القادمة أمام المرحلة بالتأكيد مهمة خاصة العربي في وضعية جيدة أساسا على مستوى جدول الترتيب مقارنة بنفس هذه الفترة في مواسم ماضية. عربي 12 نقطة والتحيل في الصدارة 19 نقطة مع بقاء مباريات مؤجلة للتحيل والسد والسيرية وبالتالي فارق العربي عن مراكز المربع اللي فيه الريان نقطتين فقط. بالتالي راح يكون في اصطدام في المقدمة صراع في المقدمة بين السد والتحيل بكل تأكيد في الدوري ومن ثم صراع على المربع. فيه عدة فرق فيه الريان فيه مصلال فيه العربي فيه الغرافة عدة فرق ممكن تدخل في هذا الصراع وفي صراع في القاع بما أن الخور 5 نقاط والخلاطيات 3 نقاط في المركز الأخير قبل ذلك الشحانية وقطر ب7 نقاط والأهلي ب9 نقاط. هنا راية وتسلل على ماينسون من قبل عبد العزيز الشيبة اصطاد ماينسون فرانشيسكو دي فارياس. جاتك الفرصة يا ماينسون. كان الحديث في الأيام الماضية عن ماينسون لا يوجد فرصة في فريق العربي. لاعب شاب كوينسي البرازيلي جوفنتود جيجو يونايتد الكوري الجنوبي حاضر في تشكيل النادي العربي. وسط الملعب حمرون هو من يقود الهجمات أحمد عبد الحي. الخرطيات يعني من بعد قالت ناصيف مع عزيز العامري ولعب 5 مباريات خسر 4 وفاز 1 على الغرافة. إعاقة لفالنتين لازار. شوف الكرة الماضية فالنتين حاول المرور من فراس ومن ثم أتت العرقلة لأن عندك فالنتين لازار كان في الموسم الماضي مشكلين ثلاثي مميز في المقدمة مع مجموعة الأسماء اللي ما عاد هي موجودة الثلاثي ما عاد موجود. كرة اللعب عالية إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس مع تيمور الأوزبكي وكان مقدمة مميزة في القسم الأول قبل أن يتراجع كثيرا السيلي في القسم الثاني وفي الموسم الحالي الآن يذهب ويتواجد في الخرطيات في المباريات الأخيرة. استلام لحمرون بالتقدم. حمرون يمرر الكرة عبد الله العنزي داخل منطقة الجزاء عبر الجهة اليمنى. رقابة موجودة من فراس اللي يقدم حتى لحظة مباراة إيجابية على الجهة اليسرى. نتكلم عن 20 دقيقة أولى. العربي 0 الخرطيات 0. شاهد فهد خلفان يأشر للدكة اللي فيها لطفي الرويسي مساعد مدرب العربي وبالتالي هنا فهد خلفان يستلم الكرة بالمكاتبة مع أحمد عبد الحي. يتقدم مع محمد الهيثمي يمر من الجهة اليسرى يحاول لعب الكرة عكسية. عبد الرحمن أبكر الكرة تصطدم وتذهب إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية للعربي تصطدم الكرة بعبد الرحمن أبكر كابتن نادي الاخرطيات. شوف فهد خلفان يحاول تقدم الخروج من منطقة الجزاء والتبادل مع جاردل اللي كان موجود في العمق ينتظر الكرة فيما مايلسون موجود على الجهة اليمنى. هنا فهد خلفان يبحث عن هدف مع العربي لفهد خلفان. مايلسون على التنفيذ في دكة البدلاء فرانكو أريزالا. وأنا كمعلق علق على مباريات الدوري تحت 23 أتمنى متابعة ولو لدقائق اللاعب إبراهيم ناصر كلا أيضا مهاجم مميز مع فريق تحت 23 في النادي العربي. اللعبة الركنية فيما دكة البدلاء في الإخراطيات فيها مجموعة مميزة من الأسماء اللي تمتلك خبرة كبيرة في المواسم الماضية مع فريق نادي الإخراطيات. وحشنا أحمد كحيل اللاعب اللي كان مع فريق نادي الوكرة موجود في مقاعد بدلاء الخرطيات ممكن نشوفها في الشوط الثاني. عندنا مجموعة جيدة من الأسماء
لاستكمال الموسم الحالي. هنا الكرة وعرقل علي محمد حتى اللحظة، اختصاص التكليك في وسط ملعب نادي العربي، العرقلة وإفساد الهجمات، وهناك أنت تحتاج لمثل هؤلاء اللعيبة في وسط الملعب. بالنسبة لي علي محمد يقوم بعرقلة ماجد أمان، التمريرات عبد الرحمن أبكر إلى أحمد الحيفي، الحيفي لاعب ارتكاز منتخب اليمن يجمعهم مع مدير لاعب دفاع النادي العربي نكليمة، لعب للنادي الأهلي صنعاء في اليمن مباراة الكرة اليمنية، لكن مدير بدأ من الأهلي وأحمد الحيفي بدأ من اليرموك، ومن ثم أحمد لعب مع ظفار العماني، ومدير لعب مع الرفاع الشرقي البحريني في تجاربهم الماضية قبل أن يلعبها مع المنتخب بلادهم ويصعدا به لأول مرة إلى كأس آسيا بعد غياب دام 41 عام. وبالتالي اليمن راح تتواجد ضمن 11 منتخب عربي في البطولة التي ستقام في يناير المقبل في الإمارات. هجوم عبر الجهة اليمنى العربي، عكسية استلام عبد الرحمن وليد، يستلم حتى لحظة يتحرك بشكل جيد عبد الرحمن، يعيد الكرة من جديد إلى مايلسون، مايلسون يلعب الكرة عكسية أرضية في التغطية، حاضر سعود ناصر طويلة الحمرون يغرطة الواحد لواحد، حمرون أفضل حمرون، ويأتي الشد في اللقطة الماضية من يوسف رمضان، أتوقع عليه بطاقة صفراء، يشد فالنتين لازار الله يتقدم عبر الجهة اليسرى، وفالنتين لازار يقول لمحمود سعد ما في داعي تعترض، القرار لدي، وبالتالي يوسف رمضان ينال البطاقة الصفراء الأولى في هذه المباراة، البطاقة الصفراء الأولى في هذه المباراة. الفريقان كانا قد تقابلا في كأس النجوم كيو ام بي مرة واحدة، كانت في العام 2012 فاز فيها العربي بهدفين مقابل شيء. هذه المواجهة الأولى والأخيرة في البطولة بين العربي والخطط، هذه المواجهة الثانية حاليا التي نشاهدها أمامكم. 0-0 حضرت لآخر مرة في دور النجوم في أكتوبر 2014، في نفس هذا الشهر قبل 4 سنوات آخر مرة تعادل فيها الفريقان 0-0 على مستوى المباريات، وبالتالي إما أن يكون التعادل حاضرا وإما أن ينتصر العربي. هذا الأمر الشائع في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، منذ آخر مرة انتصر فيها الخرطيات على العربي في دور النجوم في فبراير 2013 برباعية مقابل لا شيء، هذه يمكن تكون آخر مرة الخرطيات على مستوى مباريات الدوري أو كأس كيو اس ال أو بالنسبة لي بالنسبة لبطولة كأس سمو أمير البلاد المفدى ينتصر فيها الخرطيات على العربي. وبالتالي حاضرة هنا في كأس النجوم محمد حسين مع أحمد الحيفي اليوم كلاعبي ارتكاز، ومن ثم أمامهم ماجد أمان وحمرون يغرطة وعبد الله العنزي، اللي اللاعبين اللي يتبادلا بين عبد الله العنزي وفالنتين لازار. الآن لو نلاحظ أن عبد الله العنزي في العمق، فالنتين لازار يهرب من رقابة ثنائي قلب الدفاع العربي عبر الجهة اليمنى، راح يتغير لعب العربي اللي كان مع لوكا بوناسيتش باللعب بطريقة الثلاثة في خط الدفاع، راح يتغير بالتأكيد مع حاتم المدب اللي نشاهده حاليا يلعب بمدافعين هما أحمد النحوي ومدير عبد ربه اللاعب اليمني، على يسارهم فراس وعلى يمينهم يوسف رمضان، والكثافة ممكن تكون في وسط الملعب، علي محمد مع جاسر يحيى، يمينهم مايلسون، يسارهم عبد الرحمن وليد، وفي المقدمة أمامنا دييغو غارديل بالقرب من فهد خلفان. هذا التكتيك المتبع قاعدين نتابعه حاليا في هذه المباراة لفريق النادي العربي، ممكن يكون تكتيك الأيام القادمة، لكن علينا أن ننتبه لأن أحمد إبراهيم اللاعب العراقي غير موجود، أحمد فتحي وعبد الله معرفي غير موجودين، محمد سالم المال في المدرجات، فرانك أريزولا في مقاعد البدلاء، محمد صلاح النيل أيضا مع المنتخب مع أحمد فتحي، وبالتالي هذا حديث مهم، تكتمل الأمور تكتمل الأسماء ممكن تتغير الأمور. تسديدة خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية من حمروني وغرطة، اللاعب الجزائري وليد تيزي أوزو منطقة القبائل في الجزائر، وبدأ في الكرة الفرنسية مع غانغام، ومن ثم إلى كاراباوك سبور التركي، فسد ليقضي الأيام الجميلة هنا في الملاعب القطرية، وحاليا المنقذ سيكون مع فريق الخرطيات. خرطيات ممكن نقول أن هذه التجربة تعتبر تجربة أكثر جدية من تجربة العربي، لأن لاعب واحد فقط ذهب مع المنتخبات اللي هو العراقي علي فايز،
وبالتالي علي فايز ممكن يكون مكان سعود ناصر ممكن فقط، وبالتالي محاولة تغيير اعطاء ايضا اسماء اخرى الفرصة وعناصر خبرة كبيرة موجودة في مقاعد البدلاء. هجوم العربي، فهد خلفان يسدد عرضية سهلة في احضان مهند نعيم قد تكون او من مايلسون، هذه الكرة الاولى الى الخشبات الثلاث اللي تصل الى الخشبات الثلاث في احضان مهند نعيم حارس مرمى فريق نادي الاخراطيات. على مستوى البطولة هذه 0-0 ما تنفع الفريق، ما تنفع الفريق نتيجة 0-0 راح يكسب كل فريق نقطة بعد جولتين فقط من البطولة اللي فيها خمس جولات ومن ثم إلى نصف النهائي. الكرة هنا فالنتين لازار يمر من الثاني يخترق العمق يسدد فالنتين لازار، الإنهاء لم يكن بالشكل المطلوب وكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، يبدو بأنها ركلة ركنية جديدة للخرطية. تشوف كرة تصطدم بالكابتان العرباوي أحمد النحوي لاعب الصواعق في اللقطة الماضية فالنتين لازار، لاعب اللي بدأ مع بوتروليو بوليسيتي الروماني إلى الشهير دينامو بوخارست ومن ثم إلى السيلية، ويجمع بينه وبين حمر ويغرط أنك ليه ما لعب في الدوري الروماني بالنسبة للروماني فالنتين لازار، هناك تجربة أو تجارب لحمر يغرط كانت في الكرة الرومانية. يغرط على التنفيذ يلعب الكرة حمرون، حمرون ما يذكر نهائي كأس سمو أمير البلاد المفندق قبل موسمين بين السد والريان كيف استلم كرة بالكعب بن تشافي وانطلق إلى المرمى ليسجل هدف انتصار الزعيم ببطولة كأس سيدي سمو أمير البلاد المفدى. وبالتالي حمرون في أغلب المباريات في المباريات المثيرة المباريات الحاسمة تجد حاسم بالنسبة لحمرون في فريق نادي السد في فترة زمنية ماضية، ينتظر محبو الإخراطيات أن يكون حاسما في بطولة الدوري لأن حال الإخراطيات يعني ما يصر في ثمان مباريات انتصار واحد فقط للصواعق اللي تعودناه أنه يلعب دور فرس الرهان الحصان الأسود في المواسم الماضية بأداء المميز، وبالتالي هذه موضوع يعيدنا بقوة إلى موضوع الاختيارات خاصة على مستوى اللاعبين المحترفين. المواسم الماضية يحيى كيبي، من يتذكر أيام كيبي وهو لاعب مؤثر في مقدمة الصفوف، والموسم الماضي رشيد تبر كنين كان لاعب مميز وأظن له كان دور كبير وبشكل كبير في صمود الإخراطيات وبقائه ضمن فرق دور النجوم، رغم أن الإخراطيات لعب مباراة فاصلة كانت ضد الوكرة فاسية بهدفين مقابل هدف، مجهود كبير بذل رشيد تبر كنين لكي لا يحتل على أقل تقدير الإخراطيات المركز الأخير ويلعب الفاصلة وينتصر بها حاليا. تبر كنين هو مهاجم فريق نادي السيرية. المادة بيتابع عن كثب بالنسبة للمدرب التونسي، محاولة صناعة واقع جديد للعرباوية، هو اللي قال في المواسم الماضية بعد نجاح العربي في الحصول على المركز الثاني لدورة تحت 23 سنة في الصحف مستقبل العربي أفضل من حاضرة، حاليا هو المسؤول عن مستقبل العربي بشكل عام، هو كان يتكلم عن مستقبل العربي بجزئية فريق تحت 23 سنة، حاليا هو يتكلم عن الفريق الأول عن النادي العربي، وبالتالي مستقبل الفريق الأول النادي العربي بالتأكيد لديه، علي أن يحوله لأن يكون أفضل من حاضرة، هذا ما يريده المحب العرباوي على مستوى مدرب الفريق الحالي حاتم المندب. كرة لعبت عكسية ذهبت بهذه الطريقة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية جديدة للخرطيات، محاولات وتحركات فالنتين لازار مؤثرة لكن اللمسة الأخيرة تكاد أن تكون غائبة على فريق نادي الخرطيات، أو هنا الكرة ذهبت لأن تصبح ضربة مرمى ولا ضربة ركنية، لكن اللعب يتوقف لشرب المياه أخذ قسط من راحة مدة أقل من دقيقة، وبالتالي تلقي التعليمات من قبل لطفي إرويسي وعبد العزيز العامري المدرب اللي قاد أندية أولمبيك أسفي والجيش الملكي المغرب التطواني وشباب الريف الحسيمي في كرة القدم المغربية، وتوج بلقب بطولة الدوري مع المغربي التطواني في مواسم 2012 و2014 وحصل على أفضل مدرب في الدوري المغربي موسم 2014. هذه لقطات سلو موشن للاعبي الفريقين، المغربي التطواني أو كما يطلق عليه في فترة زمنية ماضية أتلتيكو تطوان، هو من الأندية المغربية اللي شاركت في الدوري الإسباني في سنوات سبقت
أيام الاستعمار المغربي التطواني، فريق مدينة تطوان توج مع الكابتن العامري بألقاب الدوري المغربي على مستوى 23. شوف الخرطيات في المركز الأخير لبطولة الدوري وفي المركز الأخير لبطولة تحت 23. هناك بثلاث نقاط في الدوري وفي 23 بنقطة واحدة فقط من تعادل واحد وأربع هزائم، فيما المدرب حاتم المدب مدرب تحت 23 سنة في الخمس مباريات اللي لعبها الفريق تحت 23 فاز في أربع وخسر من واحدة أمام الغرافة، سجل لاعبه 11 هدف وتلقت شباك العربوية أربع أهداف، وبالتالي العربي مباشرة خلف الدحيل مثل ما كان في الموسم الماضي برصيد 12 نقطة فارق نقطة عن الدحيل، 13 نقطة في صدارة الترتيب، هذا على مستوى بطولة تحت 23، وبالتالي تأثير 23 راح يكون كبير على العرب، وأنا لو من العرباوية التواجد في المنطقة الدافع راح يكون أمر إيجابي بما أن العربي، لكن الأبرز والأفضل من حاتم مدب إبراز مجموعة كبيرة من اللاعبين الشبان اللي ممكن يكونون عماد الفريق في الموسم المقبل والبداية من الموسم الحالي. عاد لو بالنسبة للعرباوي لو المدب نجح في قيادة العربي والوصول للمربع راح يكون إنجاز كبير للعربي. خطأ صالح مايلسون، خطأ لصالح مايلسون، خطأ كان من لاعب محمود سعد وأحمد عبد الحي، هو حاتم المدب تكتب الكل يقراها المؤدب بما أنها تكتب بالميم واو عليها همزة دال باء، لكن هي المدب التوانسة ينطقون حاتم المدب مدرب الفريق العرباوي في الموسم الحالي. في الخط الخلفي مدير، والآخر مدير وليس مدير، مدير اللاعب فريق النادي العربي في الخط الخلفي مع علي محمد حاليا. شوف التغيير الحاصل في العرب، علي محمد يعود لقلب الدفاع، يتقدم أحمد النحوي في منتصف الملعب، هذه الأمور نحاول البحث عنها تكتيكيا في العرب في المباراة. شوف 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 الكوتش يا أخي، يمكن تكون هذه أول لقطة إيجابية في العرب، نلعب في الدقيقة 35 والمدرب في الموجود في تحت المقصورة في استاد حمد الكبير بالنادي العربي. هون الكرة الباكورد ما لبست في اللقطة الماضية، محاولة لعب الكرة باكورد من مايلسون، حاولت افتتاح توجيه تحية للمدرب حاتم المدب بباكورد لكن ما لبست معاه، بالتالي حاتم المدب كان موجود تحت المقصورة يتحدث مع من؟ مع كبار لاعبي الفريق الأول أصحاب الخبرة مسعود ومحمد سالم المال، في حديث في نقاش بينهم، وبالتالي هذه ميزة، أنا في وجه نظري ميزة المدرب المواطن والمدرب العربي عنده ميزة اللغة. هنا الهجوم ماجد أمان والكرة إلى ركنية قد تكون رابعة للخرطيط في مباراة الليلة، ونحن على بعد 10 دقائق من نهاية أحداث هذه المواجهة هنا في استاد حمد الكبير بالنادي العربي اللي افتتح في العام 1985. شوف هنا مايلسون حاول لعب الكرة باكورد لكن الأمور أصبحت حاليا ركنية للخرطيات لدى يغرط حمرون. هنا عبد الله العنزي أربع ركنيات للخرطيات، بالفعل ركنيتين للعربي في هذه المواجهة من 6 ركنيات. اللعبة الركنية بالرأس، الله، ضاعت فرصة التسجيل للخرطيات. عبد الرحمن عبكر الكابتن يتقدم من الخط الخلفي أطول من الجميع، شوف يهرب من الرقابة، يهرب من الرقابة، هذه على من؟ هذه على فهد خلفان، هذه على فهد خلفان، أنت تركض مع لاعب لا تتركه في منطقة الجزاء، وبالتالي كاد أن يسجل عبد الرحمن أبكر، حدث أول للخرطيط. نتحدث عن الأخطاء التكتيكية للاعبين في مثل هذه المباراة، عليهم أن يستفيدوا منها بالنسبة للاعبي الفريقين. حلو عبد الرحمن أبكر، اعتماد على الكرات الركنية بالنسبة لفريق الخرطيات في ظل وجود فلانتين لازار، في ظل وجود عبد الرحمن أبكر قد يكون عنصر إيجابي للصواعق للتسجيل في المباراة هذه وفي بقية المباراة بكل تأكيد. محمد حسين بالرأس إلى حمرون، وبالتالي خطأ، خطأ على أحمد النحوي. لصالح حمرون يغرطى، شد كان من الكابتان وفريق النادي العربي أحمد النحوي. أحمد الحيفي، ماجد أمان يفتح المساحة ويشوت النحوي، أول كرة الماضية ماجد أمان، جول أول ابن النادي.
النادي العربي يسجل في مرمى الفريق الذي بدأ منه عالم كرة القدم، وبالتالي لا يحتفل ماجد أمان. شوف الكرة واضحة حلوة، أول الصواعق تمريرة حلوة وصلت بهذه الطريقة. ماجد أمان لما لف أصبحت أمامها الخيارات الممكنة كلها لأن يسجل أول أهداف الصواعق. ماجد أمان يفتتح أول أهداف اللقاء لصالح فريق الإخرطيات في شباك ساطع العباسي، معلنا عن أول أهداف المباراة لصالح فريق نادي الإخرطيات. حلوة من ماجد أمان، حلوة التسديدة في اللقطة الماضية مركزة بهذا الشكل في شباك مرمى العربي، مفتتحا أول أهداف المباراة لصالح الإخرطيات. هنا بهذه الطريقة يحيي زميله عبد الله العنزي لاعب الفريق الازرق في مباراه الليله، وبالتالي هل الاخرطيات يتقدمون على العرباويه بهدف مقابل شيء ياتي في الدقيقه 37 من زمن شوط المباراه الاول. الاخطاء الكثيره وسط الملعب بالنسبه للعربي كانت حاضره في الدقائق الماضيه، لكن التمرير الكره وصلت من احمد الحيفي الى ماجد أمان. ماجد أمان لف على نفسه وخذ الكرة، أصبح مرمى العربي مفتوح على مصراعيه أمامه للتسديد، وبالتالي التسديدة كانت مركزة وصلت إلى شباك مرمى الحارس ساطع العباسي، معلنة عن تقدم فريق نادي الإخرطيات في مباراة اليوم. رمي تماس حمروني غلطة، حلو حلو أداء الإخرطيات في مباراة اليوم، هذا أمر يحسم لفريق المدرب عزيز العامري. عندك حمرون وعندك فالنتين لازار وعندك ماجد أمان وعبد الله العنزي، وميزه الاربعه يتحركون بدون كره بشكل كبير، يتبادلون الاماكن. شوف حاليا لازار يذهب الى الجهه اليسرى يريحون شوي، حمروني غرط اللي يذهب الى العمق، وعبد الله العنزي الى الجهه اليمنى. صعب انك تقول هذا اللاعب ممكن يكون هو راس الحربه في الإخرطيات، ما عندك لاعب معين على الورق ممكن تثبت فالنتين لازار او عبد الله العنزي، لكن في الحقيقه التحرك الجيد في وسط الملعب لاعبي الإخرطيات جيد أو رائع في مباراة الليلة ينعكس على هدف أول لصالح الإخرطيات. شوف عبد الله العنزي منين يستلم الكرة، لكنه يمرر بالخطأ إلى عبد الرحمن وليد، تراجع للعربي في الدقائق الماضية، وبالتالي يا مايلز ويا فرانكو أريزالا هورتادو عليكم أمور كثيرة. تمرير الثاني، جول ثاني للإخرطيات في دقيقتين فقط، الإخرطيات يتقدم في مباراة الليلة، تصبح النتيجة هدفين للإخرطيات لا شيء. العربي حلوة، حلوة تمريرات الصواعق، واحد اثنين ثلاثة، يا سلام يا سلام عليك يا ماجد أمان، متسلطن اليوم متسلطن اليوم، هدف وأسست في مباراة الليلة لماجد أمان، يمرر الكرة خلف المدافعين، تحرك مثالي لفالنتين لازار في مواجهة حارس مرمى العربي، وبالتالي من بين الأقدام يعلن عن تقدم الصواعق بهدفين مقابل شيء. كرة لعبت بجانب يوسف رمضان، وبالتالي لعبت بهذه الطريقة تعلن عن تقدم الإخرطيات 2-0، هدف في الدقيقة 37 وهدف ثاني في الدقيقة 39، تصبح النتيجة 2 الإخرطيات لا شيء للعربي. يا المدب، بدايتك يا المدب في بطولة كأس كيو اس ال يبيلك كثير، يبيلك أمور كثيرة. اللعب بدون ضغوطات في دوري تحت 23 مختلف تماما عن دوري النجوم، وبدرجة أقل كيو اس ال ما فيها تلك الضغوطات، بالتالي هنا الإمكانية الخطأ ممكنة، إثبات الوجود في دوري النجوم وبالتالي تعديل الاوضاع. وفي مدربين ممكن يكونون ورثوا حال مو بالحال الجيد للفريق، يعني انت جاي بعد مدرب مقال، وبالتالي انت تستلم الفريق بمشاكله بعيوبه بمحترفيه اذا كانوا جيدين او غير جيدين، وبالتالي انت عليك انك تعدل الاوضاع كلها. هذه الاشكاليه الموجوده وراح يعانيه حاتم المدب في الفترة القادمة، لكن بالتأكيد مع اكتمال الصفوف وقبل مواجهة الأهلي عليه بذل مجهود كبير قبل مواجهة العميد الأهلاوي في الجولة القادمة في دوري النجوم، لكن فرصة لاكتشاف الأخطاء، قدرات اللاعبين الموجودين حاليا، ينفع تلعب بأربعة ولا ابقى على التشكيل الطبيعي للعربي منذ في العديد من المواسم، تشكيلة الثلاثة في الدفاع. لعبت الكرة، التمريرة محمد حسين
ينقل اتجاه الكرة، اكتشاف جديد قد يكون لعزيز العامري بالنسبة لمحمد حسين كلاعب ارتكاز. يلعب الكرة إلى فالنتين لازار، يحاول التقدم، تصطدم بمدير وتذهب إلى رمية تماس العربي. بالفعل مدير يصدم الكرة في فالنتين لازار ويخطف رمية التماس لصالح فريق النادي العربي. العربي اللي اليوم الصحف تتحدث عن البحث عن حل ودي مع لوكا بونوسيتش. العربي اللي لجنة الانضباط تطالبه بالرد على المراسلات اللجنة والاتحاد، وبالتالي إشكاليات العربي قد تكون أيضا خارج المستطيل الأخضر، بما أنها كانت حاضرة في المستطيل الأخضر. لعبت كرة طويلة من النحوي إلى عبد الرحمن وليد، يستلم عبد الرحمن وليد، لا الكرة الطول خارج أرضية الملعب، رمي التماس لصالح الخرطيات اللي نجح في بداية العربي بالضغط بشكل أكبر. هذا هو نجم شوط المباراة الأول، ماجد أمان وضع عزيز العامري في الأمان بهدف وتبريرة حاسمة إلى فالنتين لازار ليتقدم الخرطيات بهدفين مقابل لا شيء. حاتم المدب تو الأمور الجاية، توك في البداية، ما زلت في بداية المشوار، هذا أول مشوار، هذه أول 45 دقيقة للمدب مع الفريق الأول للعربي، وبالتالي أنت بتحتاج تشتغل كثير، تعمل كثير على كيفية وضع العربي في الأمام وجعل العربي في المقدمة وإيجاد تشكيل مثالي للفريق العربي في ظل الأسماء الحاضرة. والعرض دائما مشكلة العربي بشكل كبير تكون في اختيارات المحترفين منذ العديد من المواسم. عطني مواسم فيها العربي اختار محترفين بشكل جيد، قليلة جدا حتى يذكرون اللاعبين، يمكن يكون كابوري بسكوليتشي آخر اللاعبين المحترفين اللي قدموا أداء مؤثر في الكرة القطرية، وهؤلاء قادوا العربي للمربع. العربي لما اختار صح كان موجود في المربع، وبالتالي الاختيار هذا انعكس على مستوى العربي في بطولة الدوري. احتماليات كبيرة ببقاء العراقي أحمد إبراهيم فقط بين الأسماء، بين الثلاثة اثنين برازيليرو وواحد كولومبي. وصلت الكرة عبر الجهة اليسرى، التمريرة لدييغو غارديل، شوف موجود غارديل في المباراة، العرباوي اللي يتابع المباراة، غارديل حاضر في المباراة، لكن هو حاضر ومو بحاضر، هذا اللي نقدر نقوله. محمد حسين فالنتين، شوف لما نتكلم عن دييغو غارديل ومايلسون في الشوط الأول البرازيليين ولا كأنه موجودين بالمقارنة بتحركات حمرون وفالنتين لازار. فهد خلفان يمر يشوت إلى خارج أرضية الملعب، فهد خلفان يد واحدة ما تصفق، هو وحيدا يحاول عمل اللازم بين ثلاثة مدافعين. شوف العربي أساسا لاعبين ضد أربعة لاعبين، زيادة العددية لم تكن حاضرة، والكثافة العددية هي شعار الخرطيات لمنع فهد خلفان من التسجيل، وبالتالي كرة فهد تذهب خارج أرضية الملعب. مر من عبد الرحمن أبكر وسدد إلى خارج أرضية الملعب. كان من الصعب أن يتقدم أكثر في اللقطة الماضية فهد خلفان. ناصر عايش الصوان الحكم الرابع يرفع دقيقة وقت بدل ضاع من إشارة يوسف الشرشني، الدقيقة اللي توقف فيها اللعب، الأساس اللعب سريع في أرضية الملعب، سيطرة الصواعق على الأمور وتقدمهم. يتقدم، يا سلام يا سلام يا ماجد، يا سلام يا ماجد، أداء مميز ورائع للكابتن ماجد نجم فريق الخرطيات في مباراة الليلة بتحركاته من العمق. ممتاز ماجد أمان، ممتاز ماجد أمان، ويقدم مباراة إيجابية حتى اللحظة. لعبت الكرة لدييغو غارديل، هل يقلص الفارق العربي قبل الذهاب إلى حجرات الملابس؟ فراس محمد، التقدم من العمق، يلعب الكرة العكسية لكن ما كانت بالشكل المطلوب، وصلت إلى ماجد أمان وصافرة حكم المباراة يوسف الشرشني تطلق لتعلن عن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم الخرطيات بهدفين مقابل شيء. هذا الفتى هو من كان نجم المباراة، ماجد أمان بتسجيل الهدف وصناعته لهدف سجله فالنتين لازار في الدقيقة 39. الخرطيات 2 والعربي لا شيء في شوط أول للجولة الثانية لمباراة كأس كيو اس ال العودة، بالكلمة والصوت والصورة. تفضل كباتن. مركزين يا شباب، يلا يا شباب، يلا يا شباب، مركزين مركزين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم مجددا. شكرا للعزيز خالد محمد والزملاء المحللين الأكارم في الاستديو على تحليلهم لمجريات شوط المباراة الأول هناك في استاد إسحيم بن حمد بنادي قطر. قطر ومصلال متعادلين بدون أهداف، وهنا في استاذ حمد الكبير بالنادي العربي وهو يواجه الاخرطيات خاسر بهدفين مقابل لا شيء في اطار مباريات الجوله الثانيه للمجموعه الاولى لبطوله كاس كيو اس ال. انطلاقه فريق هذا الرجل، وهذا الرجل كان لهم بالتاكيد احاديث بعد شوط المباراه الاول، خاصه الحاتم المدى بالامور كانت في الشوط الاول ما مشت بالشكل المطلوب في بداية هذه المباراة، وبالتالي ماجد أمان تألق في شوط المباراة الأول، سجل هدف ومن ثم صنع هدف لفالنتين لازار في دقيقتين ليتقدم الخرطيات على العربي بهدفين مقابل لا شيء. ماجد أمان، وكان الحديث مع العرباوية الموجودين في مقصورة أستاذ حمد الكبير بالنادي العربي فيها جزء من الحسرة، لأنهم يرون بأن ماجد أمان كان لاعب فنان منذ أن كان في فئة الأشبال بالنادي العربي، وبالتالي ابن النادي العربي في البدايات يسجل للخرطيات هدف ويصنع هدف آخر في هذه المواجهة ضمن الجولة الثانية. عزيز العامري في المتابعة، فريقه منذ أن لعب في الشوط الأول لم يجر أي تغييرات فيما بين الشوطين، وبالتالي هو يلعب بذات التشكيلة: مهند نعيم في المرمى، أحمد عبد الحي وعبد الرحمن أبكر وسعود ناصر ومحمود سعد في الدفاع، أحمد الحي في ومحمد حسين في المنتصف، محمود سعد وماجد أمان أو حمروني غرطة وماجد أمان وعبد الله العنزي خلف فالنتين لازار في مقدمة صفوف الصواعق لمجريات شوط المباراة الثاني. تسديدة خارج أرضية الملعب من حمروني غرطة، كرة حمرون خارج أرضية الملعب، فيما العربي بذات التشكيلة: ساط العباسي في المرمى، فراس محمد ومدير عبد ربه وأيضا أحمد النحوي ومن ثم يوسف رمضان في الدفاع، جاسر يحيى وعلي محمد في المنتصف، وأمامهم مايلسون، دييغو غارديل وعبد الرحمن وليد، والمقدمة لرأس الحربة فهد خلفان. في شوط المباراة الثانية يبتدأ بهم العربي مثل ما انتهى بهم في شوط المباراة. هل ينجح العربي في العودة؟ خاصة في هذه البطولة خسارة ثانية تعني صعوبة الصعود، لأنه يتبقى فقط أو تتبقى فقط ثلاث مباريات في هذه الجولة. لدينا أيضا بعد هذه المباراة سنشاهد مواجهة تجمع بين الدحيل وفي مواجهة بالنسبة للدحيل فريق نادي الغرافة في استاذ إسحيم بن حمد بنادي قطر. الجولة تنتهي يوم السبت بالجولة الثانية بمباراة المجموعة الثانية: الأهلي والسالية في استاذ إسحيم بن حمد بنادي قطر، السدولر والريان في استاذ عبد الله بن خليفة في الدحيل، والشحانية والخور هنا في استاذ حمد الكبير بالنادي العربي يوم الأحد بالنسبة لمباريات المجموعة الثانية. بداية المباراة حاليا أو بداية الشوط الثاني، الإخراطيات يتقدم على العربي 2-0، وهنا وقوعه لأحمد النحوي على أرضية الملعب بالنسبة لفريق النادي العربي. موسم بدا العربي بإقامة معسكر في سلوفينيا، موسم ماضي أنهى العربي بالنجاة في اللحظات الأخيرة من الهبوط بنجاح الفوز في الجولات الأخيرة. رحل في الموسم الحالي خلفان، عربي تعاقد في الموسم الماضي مع مجموعة من الأسماء: ماردك ماردكيان، عمار الجمل، إيفان فوتشر، سعد ناطق، دييغو غارديل هو المستمر من بين هؤلاء. رحل ماردك ماردكيان في القسم الأول وأتى من المرخية كاريكاري، اللاعب اللي ساهم كثير في بقاء العربي بتسجيله لخمس أهداف، وانتهى الموسم ورحل الجميع، بقي دييغو غارديل، انضم له مايلسون وفرانك أريزالا والعراقي أحمد إبراهيم، اللي كانوا المجموعة هذا اللي تكلمنا عنهم مثل إيفان فاتشار، سعد ناطق، عمار الجمل، ماردك ماردكيان ودييغو غارديل. هؤلاء عوضوا مجموعة سبقتهم كان فيها باولينيو وأشكان إزيكيل وخيمينيز، فيما المدربين لا يعدون استثناء، متغيرين منذ أوزفالدو إلى قيس اليعقوب اللي بدأ الموسم الماضي إلى لوكا بوناسيتش اللي أكمل المهمة واللي أقيل في الجولة الماضية، وأتى حاتم المدب. وبالتالي الملاحظ في السنوات الأخيرة العربي ما في استقرار، ما في استقرار حتى في الموسم نفسه، يعني تبدأ بمدرب وتختم بمدرب ويبدأ الموسم اللي بعده ويقال اللاعبين المحترفين على ذات الطريقة أو ذات الاسم، أن الكرة كان
فيها موقف تسلل على الاخرطيات. هنا عزيز العامري اللي ياتي بعد الربياوي، الربياوي اللي اتى بعد السباعي، السباعي اللي اكمل مهمه احمد العجلاني. ذات الامر يحصل في الاخرطيات مثل ما يحصل مع العربي في موسم ماضي، كان هناك انور ديبا وارا جنيرو موي وسنجار تورسانوف ورشيد تبركنين. بدا الموسم سنجار برا، ارا جنيرو ايضا، انور ديبا باقن، رشيد تبركنين الى فريق نادي الساليه. اتى عبد الهادي حلحول ويوسف الكناوي وثلاث اربع مباريات رحلوا، واتى حمرون يغرطه وفلنتين لازار، ويبقى علي فايز اللاعب العراقي مستمرا في خط الدفاع. وبالتالي الفريقين ذات الطريقه، ما في استقرار على الاسماء التدريبيه وما في استقرار حتى على اسماء اللاعبين المحترفين. لاعب يطلع لاعب ياتي واللاعبين لا يقدمون الاداء المنتظر. هنا ماينسون كان يتحرك ويحاول الوصول الى المرمى. احمد عبد الحي، من الحديث عن الاستقرار، اظن هذه مشكله العربي في السنوات الاخيره، وقبل ذلك هناك بالتاكيد مشكله الاختيارات على الاسماء المحترفه، ولحتى اللحظه في السنوات الاخيره ما في اللاعب اللي ممكن تقول عنه هذا اللاعب اللي يمثل اكتشاف او اللاعب اللي يمثل ميزه للفريق. يمثل صمام امان، يستطيع الذهاب بالعربي بعيدا، يستطيع عمل الفارق اللي ينفع فريق جماهيري بقيمة النادي العربي. ما في السنوات الأخيرة تتكلم عن بعد الفوز، بعد الوصول المربع الذهبي، ما عاد العربي قادر على الوصول. بالعكس، يمكن العربي يبدأ الموسم والجمهور ينتظر أهم شيء عدم الهبوط. في الموسم الماضي العربي نجح في الوصول إلى المركز السابع في نهاية الدوري، ومركز جيد إذا ما قورن ببداية العربي في الموسم الحالي. نلعب في الدقيقة 52، وعلى طار الدقيقة 52 رقم 52 في الأساس هو التاريخ العام 1952، هو تاريخ تأسيس هذا النادي، النادي العربي، تأسيس فريق التحرير بالأساس. بعد خمس سنوات تأسس نادي الوحدة في 57 عندما جاء ليكونا النادي العربي. هذه القلعة الحمراء، ذكرياتها بذكريات مدرسة الخليج العربي، راس ابو عبود، فريق الشرق، مراحل الشفيري، وصولا الى المبنى الحالي في منطقة السلطة. عربي مجموعة الرجال، الجماهير، اللاعبين، الاسماء اللي مرت، النجوم الكبار اللي كونت قاعدة جماهيرية كبيرة ارتبطت بالنادي العربي. شياطين الحمر، قلعة الاحلام، نادي القرن، نادي الشعب، كلها أمور ارتبطت بالنادي العربي اللي حقق سبع ألقاب دوري، ثمان بطولات لكأس سمو أمير البلاد المفدى، لقب كأس ولي العهد في فترة سبقت. ينقطع عن الألقاب منذ 21 عام، لكن ما زال عشاقه ومحبيه يكنون له المحبة والولاء في انتظار أن يعود محبوبهم يوما ما ليحقق الألقاب. هذا الأمر اللي أصبح يضايق العرباوي، يخسر يحلفون أنهم ما راح يرجعون المباراة القادمة، ما تجي صافرة المباراة التالية حتى تجد العرباوي منتظرا متعلقا ينتظر فريقه، ينتظر الفوز، ويتوارثون العشق جيلا بعد جيل. أظن بأن العربي قصة من الصعب أن تتخيلها، قصة عشق مستحيل، من الصعب أنك تعيد صياغة رواية الفريق العرباوي. وبالتالي إن أراد العرباوية عودة فريقهم عليهم بكل تأكيد التكاتف، أن يقدروا قيمة النسر الأحمر الموجود فوق القلب مباشرة، ويضعوا اسمه ورغبة محبيه وتاريخه أمامهم. هذا إن أراد العرباوية عودة فريقهم. عمل كبير يحتاج العربي، العربي يبيله شغل، يبيله عمل كبير، يبيله لاعبين فريق آخر، يبيله اختيارات مميزة على مستوى المحترفين. هذا اللي يحتاج العربي، بما أن كان الحديث على الدقيقة 52 وتاريخ العربي بالعام 52. هنا التسديدة لحمرون يغرط الذي يحاول كثيرا على الشباك العرباوية، كرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى حلوة، قدم مباراة جميلة حمرون يغرطة. بغض النظر عن الفينشين في الهجمات، كان حمرون
والى جواره فالنتين لازار، لكنهم في المجمل في العشر دقائق الاولى في الشوط الثاني ومنذ دقائق الشوط الاول وهم يقدمون مباراه ايجابيه الى جوارهم عبد الله العنزي والمتالق في الشوط الاول ماجد امان. على ارضيه الملعب عبد الرحمن ابكر اللي نقول له سلامات. سلامات يا عبد الرحمن ابكر. محمود سعد يتلقى تعليمات عزيز العامري المدير الفني لنادي الخرطيات، الرجل الذي سيطلع بمهمة إعادة الخرطيات وعدم هبوطه، وهذا الرجل سيطلع بمهمة إعادة العرب. وإذا كنا مكان حاتم المدب ترى العرب لوكا بونسيتش ما ترك العربي بتلك الحالة السيئة، يمكن العربي نفسيا مر بظروف أصعب في الموسم الحالي. هنا اللقطة اللي فيها وعلى أثرها وقع عبد الرحمن أبكر فيما بعد. لوكا بانسيتش في مسيرته الحاليه خسر 10 من السد، مع ذلك العربي حقق الفوز في اربع مباريات وكسب 14 نقطه من اربع او 12 نقطه من اربع انتصارات بالنسبه للعربي واربع هزائم. هذا رصيد العربي في الموسم الحالي. سجل لاعبون 11 هدف، تلقت الشباك 17، 10 منها في مباراه واحده كانت مباراه ماساويه، وبالتالي الحال على مستوى جدول الترتيب بالنسبة للعربي جيد جيد، هو في المركز 12 في المركز السادس، لكن أيضا عن مراكز الخطر ليس ببعيد، وعن مراكز المقدمة أيضا ليس ببعيد بالنسبة للعربية. التغيير راح يكون قادم، لاعب أتلتيكو بوكارمانجا الكولومبي، قبل ذلك كاتشيفاز وأطلس وليون المكسيكيين فرانكو أريزولا أو أريزالا هرتادو راح يكون بديلا لفهد خلفان. أريزيلا هورتادا هو البديل من الإكوادور، راح تلعب مع منتخبنا غدا في استاد جاسم بن حمد بنادي السد. اسم هورتادو هو اللاعب اللي لعب للنادي العربي، إيفان هورتادو هو اللاعب الأكثر مشاركة دولية مع منتخب الإكوادور في تاريخ المشاركات بالنسبة لإيفان هورتادو، يوما ما مرة من هذا الملعب في قلب الدفاع. نتكلم عن الإكوادوري إيفان هورتادو أكثر لاعب لعب مع فريق النادي العربي في سنوات، واللاعب اللي لعب مع النادي العربي اكثر لاعب لعب مع الاكوادور في سنوات خلت بالنسبه لي اللوس اماريلوس الاصفر. غدا في مواجهه العنابي باذن الله تعالى، دعوه بالتاكيد لجمهورنا للحضور الاستمتاع بفريق ذو صيغه عالميه منتخب الاكوادور. فرانكو اول لمساته في الشوط الثاني ومرر الكره الى دييغو غارديل، لعب غارديل خلف المدافعين، سهله في احضان مهند نعيم، سهله في احضان مهند نعيم عبر الجهه اليسرى من عبد الله العنزي لمحمود سعد. محمود يعيد الكره للخلف، لدينا سعود ناصر في قلب الدفاع. سعود ايضا اكتشاف تحول من النواحي الهجوميه وعلى الاطراف الى اللعب كقلب دفاع، ايضا امر جيد لسعود في سنوات ماضيه. تلعب الكرة محمد حسين، ماجد أمان يلعب بالكعب، أحمد النحوي، فراس مايلسون يتقدم عبر الجهة اليمنى. مايلسون لإثبات جدارته هو بحد ذاته، هو بالمجمل، لأن الإشكال أيضا تحدث عنه رئيس النادي العربي عبر برنامج المجلس بأن كان في إشكال كبير بين مايلسون ولوكا بونسيتش، وبالتالي هذا الأمر جعل لوكا بونسيتش ما يشرك مايلسون. خطيرة الخرطيات، خطأ في قلب الدفاع العربي في بعد الكرة الماضية، عادت من جديد عبد الله العنزي يمر من بين اثنين ثلاثة أربعة، سهولة المرور شاهدناه في أكثر من كرة، الفالنتين لازار لماجد أمان وحاليا عبد الله العنزي من مدافعي فريق العربي، وبالتالي الوقوع على أرضية الملعب اصطدام حدث بين عبد الله العنزي، وسلامات للاعب فريق العربي الواقع على أرضية الملعب. شوف مر من الاول من الثاني ومن ثم الاصطدام، اوه دخول عبد الله العنزي على ساق كابتن العربي احمد النحوي. سلامات احمد النحوي، سلامات احمد النحوي. هو الواقع على ارضيه الملعب، لدينا في دور النجوم افضل لاعبين في سبتمبر كانوا من جانب ام مصلال ومع المدرب لوران بانيد، وافضل لاعب كان ساكبو. التوانسه يسولفون على الخط، لطفي الرويسي وحاتم المدب
فيما المغربي يقف على الخط يوجه لاعبيه بثبات. شو يقولون يا ترى؟ شو اللي ممكن يعدلونه في هذه المباراة؟ يهم العرباض بعد ساعة من اللعب، شو اللي ممكن يعدلونه في الفترة القادمة بالنسبة للعربي؟ شو اللي ممكن يتغير؟ رمي تماس الاخرطيات، عادت الكرة للعربي بروح رياضية من قبل فالنتين لازار. تلعب تعود الخلف مدير، مدير الآن مع علي محمد، مع أحمد النحوي. علي محمد قد يعود الخلف للتواجد بين قلبي الدفاع واستلام الكرات، لعبة الكرة. عبد الرحمن وليد عبر الجهة اليسرى، عبد الرحمن يتقدم يمر الكرة تذهب من أمام فرانكو، تذهب من أمام فرانكو بالكعب. شوف شوف الفارق بين المحترفين واضحة في أرضية الملعب بين حمرون وفالنتين من جانب الخرطيات وبين فرانكو ومايلسون. استلام الكرة، الكنترول الجميل لحمرون خارج أرضية الملعب. حمرون حتى اللحظة غير موفق في مباراة الليلة، حمرون أمام المرمى غير موفق من مكاني هذا في كابينة التعليق في استاذ حمد الكبير بالنادي العربي، اشاهد لاعب يستعد وكنت اتمنى بالتاكيد بالحديث مع بداية احداث المباراة نشاهده في مباراة الليلة، ابراهيم ناصر كلا. ابراهيم ناصر كلا. الفتى اللي والده كان اخر لاعب يحمل لقب بطولة الدوري مع فريق النادي العربي كقائد للعربي. أن الزميل العزيز والكابتن القدير محمد إدهام هو آخر لاعب عرباوي حمل بطولة كأس سيد سمو أمير البلاد المفدى اللي بالنسبة للنادي العربي، بالتالي آخر قائدين حملا الألقاب أو آخر ثلاثة كباتن في النادي العربي حملوا الألقاب هم ناصر كلا على مستوى الدوري، محمد إدهام على مستوى الكأس وعلى مستوى بطولة كأس ولي العهد أيام المربع كأس قطر حاليا. كان الكابتن عبد الله حسن بالرأس العربي خارج أرضية الملعب. كرة فرانكو لم يوفق في وضعها في الشباك، لعبها خارج مرمى الحارس مهند نعيم. كان ممكن ان يسجل العربي اول اهداف ويقلص الفارق. مكان من راح يكون ابراهيم ناصر؟ كان يبدو يا مايلسون يا عبد الرحمن وليد واحد منهم، لان ميال دائما للعب على الجناح ابراهيم ناصر. كان يتلقى تعليمات لطفي الرويسي وهنا يقوم بالسلامة سعود ناصر مدافع الاخرطيات، والتغيير راح يكون مكان الرقم 19 عبد الرحمن وليد. بالفعل هو مكان عبد الرحمن وليد. ابراهيم ناصر كلا بالرقم 19 سجل في المباراة الأولى لدوري تحت 23 هاتريك في شباك الريان. سعود ناصر يرجع لأرضية الملعب، كان الاصطدام مع فرانكو عريزالا. يلعب الكرة مهند نعيم طويل الأمام، ماجد أمان وخطأ على أحمد النحوي لصالح حمرون يغرطة. حمرون يتحصل على الخطأ. لدينا هدفين العربي لا شيء، أو هدفين الاخرطيات لا شيء للعربي. نلعب في الدقيقة 65، هناك 25 دقيقة على نهاية أحداث هذه المباراة. الإخراطية تتفوق حتى اللحظة، وبالتالي فرصة حصولها على الثلاث نقاط الأولى في بطولة كأس كيو اس ال جيدة وهي مهمة بالتأكيد للفريق، خاصة في ظل تعادل قطر حتى اللحظة مع مصلال للمرة الثانية. بالنسبة لقطر في هذا الموسم في كأس كيو اس ال المباراة الثانية على التوالي لعبت الكرة العالية، بالتالي قطر يصبح لديه نقطتين في حال انتهاء مباراة بالتعادل، أم صلال أربع نقاط، العربي بدون نقاط. ما
راح تحل غرفتك كذا، راح تحددت كثير من الامور بما ان قمه الجوله لفائزين في الجوله الماضيه. فرانكو اريزالا يفضل اللعب على العمق لدييغو غاردل في مكان ابراهيم، يتحرك على الجهه اليسرى. عادت الكره الى سعود ناصر. خبره لاعبي الخرطيات موجوده في الدفاع. ماجد امان يكمل لعب، حكم المباراه يقول ما في شيء. هجوم الخرطيات، فالنتين لازار عبر الجهه اليمنى ينقل اتجاه الكره لحمرون يغرطى، ما يلحق حمرون او يلحق ويبعد الكره الى رمي التماس تصبح. حاول السيطره على الكره في ارضيه الملعب. هناك احاديث من كميه التعليق بين ناصر الصوان ولطفي الرويسي للاعتراض على ان هناك كان خطا لصالح مدير بعد مرفق ماجد امان. الدرب العربي كان يطالب بخطا لفريقه، وهذا بدير يشرح كيف كان المرفق. 30 مباراه دوليه مع المنتخب اليمني، هدف واحد سجله في شباك الفلبين كان في اطار تصفياتي كاس اسيا. تلعب الكره، ابراهيم ناصر يتقدم عبر الجهة اليسرى مع أحمد عبد الحي، حاول السيطرة على الكرة لدييغو غاردل. دييغو غاردل إلى فرانكو. فرانكو ضغط موجود من عبد الرحمن أبكر. فراس، فرانكو إلى إبراهيم ناصر يتقدم 1-2 مع فرانكو. 3 أصبحت. إبراهيم يمر عبر الجهة اليسرى، عكسية تذهب إلى ركنيال العربي. ركنيال العربي في الدقيقة 67. شوف الكرة اصطدمت بأحمد عبد الحي، ذهبت إلى ركنية. أصبح العربي لديه لاعبين تحت 23 في أرضية الملعب، هما فراس محمد وإبراهيم ناصر. كلا، اللعبة الركنية تبعد من أحمد عبد الحي. خطأ على إبراهيم ناصر لصالح محمود سعد. دفاع فريق الخرطيات حاليا من اجل الحفاظ على الانتصار. الدفع كان لصالح عبد الله العنزي. هنا حاليا الخرطيات شوط اول شهد افضليه التسجيل لصالح الصواعق. هو من الناحيه الرقميه سيطرة كانت العربي 53% مقابل 47% مع نهاية الشوط الأول، لكن أفضلية أمام المرمى والركنيات كانت لمصلحة الخرطيات، وهي الأهم والأبرز أنها كفلت تسجيل هدفين مقابل لا شيء. أحمد عبد الحي يلعب كرة عكسية تبعد من دفاع العربي، تصل إلى فرانكو. اللعبة الطويلة إلى مايلسون. محاولة المرور من مالسون، يلعب كرة عكسية دييغو غاردل بالراس وسط لابراهيم ناصر، والكرة أحضان مهند نعيم. لا، الأمور باينة بالنسبة لمحترفين العربي في مباراة اليوم. ممكن ما يكون حكم، لكن بعد 8 جولات ومباراتين في كأس كيو اس ال ما في التأثير الإيجابي حتى اللحظة. اللاعب المحترف الحريف بيبان، قلت إخوان المصريين بيبان لمساته، فنياته، اللاعب المهاري يبان من صراع اللاعب اللاعب الواحد لواحد، تجده قادر على عمل الفارق للفريق. هذا الامر ما شفناه في دييغو غاردل في مباراه الليله، ولا مايلسون وحتى فرانكو حاليا. محاوله المرور في المباريات ظهروا بشكل افضل، لكن ايضا لا ننسى بان محمد صلاح المهاجم فريق النادي العربي في الموسم الحالي المنتقل من المرخيه كان ايضا علامه فارقه في الثلث الاخير من الملعب بالنسبه للعربي. لعبت الكره عاليه الى حمروني وغرطة، يمر من الحارس ساطر عباسي خارج منطقه الجزاء. ساطر عباسي يقوم بدور المدافع، يمر المرمى خالي، يمرر الكره تقطع من فراس محمد في التوقيت المناسب. يقطع فراس محمد فرصه هدف ثالث للخرطيات، كانت تستحسم الامور للصواعق في مباراه يقدم فيها لاعبو الفريق الازرق اداء ايجابي في الشقين الدفاعي والهجومي.
الهجوم اختفى في الشوط الثاني بالنسبه للسلطيات، يظل على شكل هجمات فرديه مثل اللي نشوفه حاليا لحمروني وغرطه، رغم نزول صاد العباس لكن المرمى خالي. حمرون مررها لكن فراس قطعها من امام احمد عبد الحي اللاعب اللي وجد في امكانيه التقدم من الظهير الايمن للامام. ممكن يكون في تغيير اخير للعربي مكان هذا في كمين التعليق، ياسين يعقوب قادم في تشكيلة العرب. يبدو بأن هناك تغيير دفاعي فيما لا يبدو بأن العامري سيجد تغيير حتى اللحظة الإخراطيات. التمرير من علي محمد إلى دييغو غاردن لكنها طالت مهند نعيم يعيد الأرضية الملعب إلى أحمد عبد الحي عبر الرجال اليمنى. أحمد الحيفي الضغط موجود، فرانكو يخطفه يسدد سهلة في أحضان مهند نعيم. تخطف الكرة وتسدد بهذه الطريقة سهلة في أحضان مهند نعيم. ياسين يعقوب تغيير الفريق العربي أيضا واحد من لاعبيه تحت 23. هنا كرة فرانكو السهلة وهنا خطأ صالح محمود سعد، هنا عادت الكرة اللي كانت لحمرون بعد أن مر من الحارس وتدخل جاسر يحيى هو من يقطع الكرة وليس فراس محمد. فراس هو اللي نازل حاليا مع حمرون يغرط في هذه الكرة أمامكم قبل أن يخطفها جاسر يحيى. تغيير العربي مين راح يغادر؟ وتوقف للعب حاليا مع وصولنا للدقيقة 71. مهند نعيم أيضا وقع على أرضية الملعب وتغيير العربي، كابتن الفريق أحمد النحوي يغادر والبديل ياسين يعقوب. يغادر أحمد النحوي ودفع بكل التغييرات هذا الرجل من تحت المقصورة في استاد حمد الكبير بالنادي العربي. دفع بفرانكو أرزيلا ودفع بياسين يعقوب ودفع بإبراهيم ناصر كلا بدلاء للاعبين فهد خلفان وعبد الرحمن وليد وأحمد النحوي. العربي غير الخرطيات ما حط أي وما دفع بأي لاعب، ما عمل أي تغيير حد الدقائق الماضية وما زالت عناصره موجودة خلف مرمى ساط العباسي تجري عمليات الإحماء اللي هم أحمد حسين السادة، محمد سلام، معتز ماجد، عبد الهادي نعمان، المهدي محمد وأحمد كحيل. سعود ناصر ينفذ ركلة المرمى أو راح ينفذ الخطأ من الجهة اليسرى من الملعب ويترك الكرة لمهند النعيم حارس المرمى اللي راح يلعبها بالتأكيد طولية حيث تواجد ماجد أمان فالنتين لازار. يفضل التمرير لفالنتين لازار عبر الجهة اليسرى والتدخل وإبعاد الكرة من يوسف رمضان اللي أصبح قائد العربي حاليا بعد خروج أحمد النحوي. رمي التماس لمحمود سعد تلعب الكرة محاولة المرور من عبد الله العنزي تنقطع من ابراهيم ناصر. سعود ناصر تصل الى مايلسون اساس الكرة يكون في النادي بحث عن تكوين فريق، تكوين فريق عملية ما هي سهلة تتعلق بالاساس بشاكلة معينة على اثره يختار اللاعب من محليين من دوليين، على اثره ايضا يلعب فريق تلعب اغلب فرق الفئات السنيه بالنادي بهذه الطريقه، بالتالي يكون في تعود. في اشكاليه كان فيها حديث في الايام الماضيه عبر الصحافه عن وجود رئاسه للجهاز، لان حاليا رئيس النادي العربي هو ايضا رئيس الجهاز، بالتالي العربي منذ صلاح الملا في ابريل 2017 لا يتواجد رئيس جهاز متفرغ لموضوع
تكوين الفريق هذا، وهذا أمر موجود في العربي موجود أيضا في الريان منذ استقالة أيضا رئاس الجهاز. هجوم الخلطيات الثالث ممكن، وإبعاد الكرة في التوقيت المناسب ليوسف رمضان، وبالتالي إشكالية العربي راح تستمر على مستوى أرضية الملعب، لأن ما في صورة واضحة في العربي، غائبة منذ فترة طويلة الصورة اللي تتعلق بتكوين فريق، بالفريق اللي يستطيع المضي قدما في البطولات، الاستفادة من اللاعبين في الفئات السنية، تجهيزهم لأن يكونوا بدلاء. الأمر دائما يتعلق بمدرب، شيل مدرب حط مدرب، شيل محترفين حط محترفين، وبالتالي هذا الرجل أمامه مهمة كبيرة في المرحلة القادمة، لكن من يحاسب المدرب؟ من يقف مع المدرب بشكل دائم؟ نتكلم عن رئيس جهاز يتحدث مع المدرب، يتحدث مع يختار، يشكل لجنة لاختيارات اللاعبين المحترفين، بعدين الخيارات هذه تكون نافعة للاعبين، وبالتالي يضمن استمرارية الإبداع في الفريق. هذا الرجل يفكر بكثير أمور في المرحلة القادمة، خاصة مع توقف اللعب حاليا، بقاء ربع ساعة على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. لكن انظر من يقف إلى جوار عزيز العامري، الكابتن وسام رزق نجم نادي السد ومحلل قنوات الكاس حاليا في المهمة الحالية، وفي المدرجات هنا رئاسة جهاز الكرة في نادي الإخرطيات منصور موسى، وهنا طبعا على الجانب الآخر جانب العربي كان منصور موسى، عبد الناصر السعدي، وعبد الله القحطاني حاضرين في الحديث لمستقبل فريق نادي الإخرطيات. فيما في العربي شاهدنا إداري مع المدرب حاتم المدب، فيما في أرضية الملعب مدير الفريق طبعا عادل البصيري مع المدرب او مساعد المدرب لطفي الرويسي، هذا اللي كنا نتحدث عنه. هذا في الخرطيات، واحد فقط في العربي في المقصور، يعني من يرسم الخطوط الخطى المستقبليه؟ وشاهدنا في الايام الماضيه على مستوى مثلا الكره الايطاليه ماروتا المدير الرياضي في نادي اليوفنتوس وهو يستقيل، كيف الامر احرث ارباك، حتى جمهور اليوفنتوس الدوري الايطالي لم يستمتع بانتصاره على نابولي 3-1. ليش؟ لان الرجل اللي يرسم سياسات النادي، الرجل اللي يختار اللاعبين المحترفين، اللاعبين الموهوبين، الرجل الذي يجيد جلب لاعبين باسعار ومن ثم بيعهم باسعار اغلى، ترك المهمه واصبح هؤلاء تضاهي اسعارهم اسعار اللاعبين النجوم، واخبارهم ايضا اصبحت لها ذات الشهره الواسعه في عالم كره القدم. ما يصير يتحصل على خطا للعربي في مكان مناسب ممكن من خلال العربي يقلص الفارق. خطا كان على محمد حسين الهيثمي، السعدي حاضر في منطقه الجزاء، اللاعب الذي يقدم عطاء مميز بالنسبه لفريق نادي الخرطيات في مباراه الليله كلاعب امام قلب الدفاع مع احمد الحيفي. ضربة حرة للعربي، دييغو جارديل اقرب للتنفيذ، يسرى جارديل تبحث عن شباك مهند نعيم او يمنى يوسف رمضان، جارديل هو الذي نفذ الكرة. الله، ذكرنا بانه برازيلي في اللقطة الماضية دييغو جارديل، هذه كرات البرازيليين عارضة مهند نعيم هي من تمنع العربي من تقليص الفارق. خطأ لصالح فريق الخرطيات، هنا دييغو جارديل، دييغو جارديل لعبها بهذه الطريقة، خطوة واحدة وهوب في عارضة مرمى الحارس مهند نعيم. يلعب الكرة فالنتين لازار، وخروج مناسب لساطع العباسي يبقي الكرة في منطقته. هذا دييغو جارديل، ما يقول تذكرنا بأن برازيل بالفعل، لأنه ما ظهر في المباراة في الثمانين دقيقة الماضية إلا بهذه الكرة. الآن يتحرك دييغو جارديل، ووقت ما يتحرك هنا إعادة الركلة الحرة ذهبت إلى مايلسون،
عبر الجهة اليمنى مايلسون يلعب الكرة أحمد عبد الحي جاسر إلى إبراهيم ناصر عبر الجهة اليسرى يستلم إبراهيم إيروان تو مع فراس يتقدم أصبحت ثري فراس ما يتعامل مع الكرة بالشكل المطلوب تصل إلى مهند نعيم تصل الكرة إلى مهند نعيم حارس المرمى ومحمد سلام راح يكون البديل القادم لنادي الخرطيات محمد سلام هو القادم الأول في صفوف الخرطيات لاعب النادي منذ فترات طويلة بالنادر لاعبي الخرطيات ما يخرجون من ناديهم قلة قليلة بالنسبة للاعبين المواطنين الموجودين في فريق الخرطيات راح يكون في أرضية الملعب وهو البديل لنجم شوط المباراة الأول وهذه المباراة المان اوف ذا ماتش إذا في أرقام حاضرة هو ماجد أمان اللي راح يقادر أرضية الملعب هو الذي سجل الهدف الأول وقام بتمريرة حاسمة سجل من خلال الهدف الثاني ماجد أمان سالمين يغادر أرضية الملعب والبديل هو محمد سلام بديل في وسط الملعب ذو ميول دفاعية لإغلاق الطريق أمام العربي للعودة في هذه المباراة تلعب الكرة طويلة ومن ثم بشكل جيد تصطدم الكرة بسعود ناصر وتذهب إلى مهند نعيم بشكل جيد لأنه هو من غير مسارها قبل أن تصل إلى إبراهيم ناصر لتذهب إلى الحارس مهند نعيم حارس المرمى 0-0 ما زالت هناك بين قطر والمسلم فيما هنا ما زالت النتيجة 2-0 منذ الشوط الأول خطأ على محمد حسين تذهب بسهولة إلى أحضان الحارس مهند نعيم عادت الكرة تصل في منتصف الملعب التقدم الآن بالنسبة لفريق النادي العربي تمرير بالخطأ تبعد من الدفاع محاولة التقدم والوصول إلى منطقة الجزاء والتدخل وخطأ العربي من جديد عربي تحصل على أخطاء كثيرة أمام منطقة جزاء الإخراطيات وبالتالي لا تستغل أخطر واحدة كانت من استغلال هذه الكرات لدييغو غارديل اصطدمت بالعارضة وبالتالي ضاعت فرصة التسجيل ضاعت فرصة التسجيل للعربي الآن من جديد يقف على أثرها دييغو غارديل ويبحث عن الشباك بالنسبة للعربي ضربة حرة وإلى خارج أرضية الملعب ضربة مرمى خارج أرضية الملعب ضربة مرمى كرة ذهبت بعيدة وأصبحت ضربة مرمى الخرطيات آخر مرة مثل ما ذكرنا أتى العكس اليوم أيوه آخر مرة تقابل فيها الفريقين في هذه البطولة في 2012 فاز العربي 2-0 الآن الخرطيات هو من يتقدم بهدفين مقابل لا شيء وبالتالي الرد يأتي من ذات البوابة بوابة كأس كيو اس ال هذا مدير لاعب اليمني في قلب دفاع فريق النادي العربي اليوم تلعب الكرة بالكعب داخل منطقة من فالنتين لازار ما كان التعامل معها بالشكل المطلوب عبر الجهة اليمنى هجوم لحمرون والتدخل من فراس محمد يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية ركلة ركنية
للخرطيات يبحث من خلالها عن هدف ثالث يحسم به الأمور. حمرون اللعبة الركنية تبعد من العربي وسط أحضان ساطع العباسي حارس المرمى. حارس المرمى ساطع العباسي سيطر على الموقف في الكرة الماضية. هجوم مايلسون تحرك بشكل جيد في الشوط الثاني لكنه ليس بذلك التأثير. يمر من بين ثلاثة لاعبين وسط إلى جاردل. جاردل إلى يوسف رمضان. أحمد النحوي يبعد الكرة إلى فراس. علي محمد ينقل اتجاه الكرة هناك عبر الجهة اليسرى. تمريرة داخل منطقة الجزاء. إبراهيم ناصر. إبراهيم يستلم فرانكو. إلى أين يذهب فرانكو بالكرة؟ خارج منطقة الجزاء. الآن يدخل إلى المنطقة بين أربعة لاعبين ومن ثم الكثرة العددية للخرطيات تغلب شجاعة فرانكو الذي يطالب بركلة جزاء غير حاضرة من قبل حكم المباراة يوسف الشرشل. راح يكون في تغيير أيضا للخرطيات. معتز ماجد قادم في الموسم الحالي من نادي قطر. شوف هنا حاول فرانك وأتت التغطية والعودة إلى الخلف من قبل حمرون. يبدو بأن عبد الله العنزي لاعب العربي واقع على أرضية الملعب. واقع عبد الله العنزي يتلقى العلاج خارج أرضية الميدان. يغادر عبد الله العنزي للعلاج وهناك معتز ماجد راح يكون مكان من بالتحديد. هل هو مكان عبد الله ذات نفسه؟ طويلة بالراس يعيد الكرة للخلف. مايلسون يقوم بدور دفاعي حاليا. محمد سلام مباراة في دقائقها الأخيرة وهي تتجه وبشكل كبير لانتصار للخرطيات في بداية الجولة الثانية للمجموعة الأولى. ما زال الكرة مع مايلسون ايضا يتحصل على ركله ركنيه. في لاعب الخرطيات واقع على ارضيه الملعب. دخل معتز وراح ينزل ارضيه الملعب ركله ركنيه. والصراع كان موجود بين محمود سعد ومايلسون او هنا بين فالنتين لازارو ومايلسون ومن ثم بين محمود سعد ومايلسون. معتز راح ينزل ارضيه الملعب مكان عبد الله العنزي. تغيير ثاني للخرطيات. معتز والمهدي محمد كليهما راح ينزل وراح يكمل تغييرات الخرطيات في مباراة الليلة. المهدي ايضا راح يكون حاضر. فيما سيؤجل تغيير المهدي محمد بعد الركنية العربي. علي محمد مع الكرة يلعب الركنية على القائم القريب تبعد عادت لجارديل. جارديل يلعب الكرة على القائم البعيد لكنها في البعيد جدا إلى خارج أرضية الميدان. خارج أرضية الميدان ضربة مرمى والمهدي محمد الآن يتقدم في جانب الخرطيات وراح يكون في أرضية الملعب بديلا لواحد من نجوم هذه المباراة الذين قدموا أداء جيد اللاعب حمرون يغار. حمرون راح يغادر وبالتالي المدرب
عزيز العامري ينهي تغييراته بالنسبة لنادي الخرطيات، النادي الذي تأسس باسم الهلال عام 1996 قبل أن يتحول ليحمل اسم ذات المنطقة، منطقة الخرطية. لعبة الكرة عالية، استلام وسط الكرة محمد سلام، سلام يمرر الكرة ذهبت إلى خارج أرضية الهلال. هون التماس العربي. عبر الجهة اليمنى ولدينا ناصر صوان يرفع من إشارة حكم المباراة يوسف الشرشني، خمس دقائق وقت محتسب بدل ضائع. حكم هذه المباراة، المباراة ما كانت بشكل صعب على حكم هذه المواجهة، مرت الأمور بشكل إيجابي في أغلب مراحل المباراة، هذا ما نتمناه بكل تأكيد دائما. فراس يخطف الكرة العربية عبر الجهة اليسرى يمررها، تمر من الجميع، تذهب إلى محمود سعد، ينجح بالمرور بشكل جيد إلى محمد حسين، وبالتالي خطأ على مايلسون، خطأ على مايلسون. سلامات للاعب النادي العربي محمد حسين، هذا الخطأ اللي كان مع مايلسون. هذا عزيز العامري يتابع المشهد، وهذا المدب، هذا المدب اللي بدايته في كأس كيو اس ال ما مشت بالشكل المطلوب، ويتلقى العربي خسارة ثانية بعد الخسارة الأولى مع لوكا بونسيتش. أمام المراحل طوال، أمام المراحل طوال، هذه ثنائية الخرطيات في بداية مشوار حاتم المدب، عنده أمور كثيرة بالتأكيد. التسعين دقيقة أبرزت عن مجموعة منها، من هذا الرجل اللي قدم مباراة إيجابية، سجل هدف وكان في أسست هدف آخر، ماجد أمان عنده أمور كثيرة في الدفاع، وأيضا إذا اكتمل عودة الغائبين من الأساسيين ومن الدوليين، وبالتالي راح يبذل مجهود كبير، عليه مجهود كبير على المستوى التفكيري، على مستوى إعادة اللاعبين، إكسابهم الثقة، الاعتماد على شاكلة معينة يستطيع العربي من خلالها العودة إلى بر الأمان، التقدم أكثر في جدول بطولة الدوري على الأخص. خلك من كأس كيو اس ال، واضح أن العربي ما راح يذهب فيها بعيد، راح هذا الدور الأول، لأنه مطلوب منه الفوز بالثلاث المباريات القادمة، حين يقابل قطر وحين يقابل الدحيل والغرافة في إطار هذه البطولة، وبالتالي العربي راح يجعلها بالتأكيد محطة لمشواره في بطولة الدوري. دورة اللي مثل ما ذكرنا العربي توهج في المركز السادس، لكن الأهم هو للخرطيات بغض النظر عن الفوز في مباراة الليل، الخروج من مراكز الخطر، وهو الذي يقبع في مؤخرة دوري نجوم كيو ام بي. فرانكو أريزالا تبعد من سعود ناصر، بخرطيات اليوم 10 على 10، الكل كان في المستوى المأمول ونجحوا في تحقيق الانتصار الأول لهم في بطولة كأس كيو اس ال بعد خسارة أولى كانت أمام الدحيل 2-1. نلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل ضائع المقدر بخمس دقائق. سعود ناصر يلعب الكرة طويلة، ذهبت إلى ساطع العباسي حارس مرمى العربي. بن ياسر يعقوب وفالنتين لازار، مدير عبد ربو يلعب الكرة لعلي محمد، تصل هنا التمريرة
يوسف رمضان مرة أخرى إلى مايلسون. مايلسون يتقدم عبر الجهة اليمنى. مايلسون سيزر ويمر من الجهة اليمنى يلعب كرة عكسية بلا عنوان خارج أرضية الميدان، ضربة مرمى للعربي أو ضربة مرمى للخرطيات بما أن مايلسون لاعب العربي هو من لعب الكرة الماضية خارج أرضية الملعب، وبالتالي صافرة حكم المباراة يوسف الشرشني تعلن عن نهاية أحداث هذه المواجهة بانتصار للخرطيات بهدفين مقابل لا شيء. هذا الرجل الذي كان باديا في الشاشة هو من قاد الخرطيات لهذا الانتصار بهدف وتمريرة حاسمة سجل في الدقيقة 37 ماجد أمان، ومرة تمريرة الحاسمة حسم مع